مسألة القرآن الكريم وحرق القرآن الكريم هذه مسألة كبيرة جدا، يعني جدا جدا كبيرة، زين ما تعادل في 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 حتى في في لو نقارن اليوم العراق، العراق لو قصفت الدولة المارقة أمريكا اجت قصفت العراق، نتحمل القصف لكن لا نتحمل حرق القرآن الكريم. هذا نقطة رأس سطر. أنا أعرف شنو سؤالك، سؤالك أو الأخ سيد منتظر، حرق السفارة السويدية التيار الوطني الشيعي غير متهم بها، هناك شباب، شباب أخذتهم الغيرة على إسلامهم على قرآنهم